أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة التي قرأت في الصلاة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. حقيقة أن حياة مفعمة بالمال مفتقرة إلى البنين لا تطاق، فالذي لم يرزق أي ينجب ومعه مال كثير حسرات وحسرات في قلبه. من يأخذ هذا المال؟ ينتقل إلى غيره. أما الذي أنجب أولاداً وترك مالاً؟ الابن استمرار والده، فهذا المال يبقى في الأسرة. هذا فهم الناس، المال والبنون. بنون بلا مال مشكلة، ومال بلا بنين مشكلة. وكأن المال والبنين شرطان، كل منهما لازم غير كافي، لازم غير كافي. أما لو اجتمع المال مع البنين يعني الوضع مريح في الدنيا. لكن الملمح الدقيق 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 قال: والباقيات. لما قال والباقيات أعطى معنى ضمني للمال والبنين، أنهم زائلات. والباقيات، والباقيات تقييم لما قبل الباقيات أنهما زائلات. فالمشكلة هذا الموت قاصد يلغي كل شيء، يلغي قوة القلب، يلغي ضعف الضعيف، يلغي غنى الغني، يلغي فخر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الذكي، ينهي ذكاء الذكي، ينهي محدودية المحدود. هذا الموت قاصم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات. الآن موازنة بين البقاء وبين الفناء. إنسان يعيش 85، 130، أحد شيوخ الأزهر عاش 130 عاما. هذا مخلوف اللي شرح الكلمات على هامش القرآن الكريم. 130 سنة سيدي، وألف سنة ومليون. في حقيقة دقيقة أن أي رقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. واحد، مليون، ألف مليون، مليون مليون، مليار مليار، مليار مليار مليار، حتى ينقطع عن الشمس. واحد بالأرض وصفار للشمس، وكل ميل صفر. هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية قيمته صفر. يعني تصور رقم من الواحد بالأرض وصفار للشمس، يعني 156 مليون كيلومتر صفار، وكل ميل صفر. هذا الرقم لأنه نسب للانهاية قيمته صفر. فأنت مخلوق للأبد، للأبد. ممكن الأبد يضيع بسنوات معدودة، وقف القلب انتهى كل شيء. المال ليس لك، بلمحة بثانية. الملك أملاكك المنقولة وغير المنقولة منوطة بضربات القلب، وقف. أذكر مرة أحد كبار أغنياء الشام ما انتبه لأولاده، فلما توفي، يعني قصة قديمة كثير، كان الدولار 3 ليرات، ترك تقريبا 100,000، تقريبا شيء 700,000 دولار. قصة قديمة، كان البيت حقه 6,000 دولار. فصديق المتوفى رأى
ابن المتوفى بعد أيام من موت الأبو. قال له وين رايح؟ قال له رايح اسكر على روح أبي. والله يا أخواني يمكن ما بالغ، في بالأرشيف عندي حوالي 25 وصية لم تنفذ ولا واحدة. لا تكون تحت رحمة من بعدك. أذكر أخ من أخواني ترك 4 أبنية، البناء 4 طوابق، الطابق شقتان يعني 16 ضرب 2، 32 بيت ترك له، وكلفني أن أنفق عن روحه بعد موته 25,000. 25,000 لا شيء إطلاقا، لا شيء أمام 4 أبنية وكل بناء 4 طوابق وكل طابق شقتين. والله ما دفعوا، قال نحن أولى فيه. لا تكون تحت رحمة أحد. ناوي تدفع شيء من مالك لله ادفعه بحياتك. أنا أقول كلام دقيق، يعني عندي بمكتبي 25 وصية لم تنفذ ولا واحدة. يكون ترك كل شيء 25,000 على روحه أبدا ما ندفعه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. هلا واحد عفوا لو ترك بيت كثير نفيس، ترك تجارة، ترك محلات، ترك أراضي، هذا الشيء لما مات انتهت ملكيته. فالذي يبقى هو الذي ينفق. قال ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى 3 ليس لك. لكن المشكلة الكبيرة 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 أنك محاسب على هذا المال ولم تنتفع به، محاسب عليه ولم تنتفع به. لذلك فرق بين الرزق والكسب. الكسب حجمك المالي، الرزق ما انتفعت به، يعني الثياب التي ترتديها رزق، البيت الذي تسكنه رزق، الأهل الذين أنت معهم رزق، صحتك رزق. أما حجمك المالي كسب، تحاسب عليه ولا تنتفع به. شو قولك؟ بالعكس، ورد في بعض الآثار أن عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فأي شيء أنت حريص عليه، حريص عليه ما دام القلب ينبض. وقف خلص. في أشخاص عندهم تعامل صعب، لهم مقتنيات ما حدا بيقدر يفتحها، كله مقفول عليه، بس يموت تنفتح وينقب بها، والمركبة تركب، والبيت يسكن، والمقتنيات السمينة قد تباع. هذا الواقع. والإنسان لما يتابع قصص الذين توفاهم الله ماذا حصل بعدهم، يعني أنا أقول من بطولات الإنسان أن يترك ذرية صالحة، هي تحتاج إلى جهد. وإن ما ترك ذرية صالحة صدق ولا أبالغ، أشخاص كثيرون ماتوا الأولاد بالمحاكم 20 سنة بالمحاكم. فالبطولة أن تربي ابناً صالحاً. يقولوا أحياناً العوام أنه ما غابت غير عينه فقط، اللي بربي تربية صالحة، الجود كما هو، المودة كما هي، المحبة كما هي، التواصل كما هو، بس هو غاب عن الساحة فقط. أما في إنسان لما بيموت يتغير كل شيء، وقد يكون بخيل. ولا بالمناسبة أنا واقعي في أشخاص بخلاء ينتظر أولادهم موتهم بفارغ الصبر، فإذا أصيب بمرض وجاء بالطبيب
وقال له القضية بسيطة بإنزاجه كثير. شو بسيطة؟ بسيطة لا شوف البناها تكون قاضية البسيطة. والله هناك أشخاص هكذا في بخل. أنا أقول اجعل معاملتك لأولادك يتمنون بقاءك لا مماتك. والله في آلاف الأسر يعني الخبر المفرح الموت. واحد كان بخيل جدا وتوفي، طبعا ابنه لباقة ما عاد حلق دقنه ولبس أسود يعني مثلا ما عاد بالشيء زاهي. فأجا صديقه عم يعزي قال له تهانينا، ما قال له عظم الله، قال له تهانينا. يعني بتمنى يتمنى من حولك بقاءك ما يتمنى مغادرتك. بتمنى بقاءك بالإنفاق. لي مرة واحد لي قريب قال لي يعني قد ما دققت بحياتك هذا الولد بده يقش كل شيء بعدك، لا أعطيه بحياتك بحبك ويتمنى بقاءك. لا تبخل على أهلك، المال لهم بالنهاية. بين يأخذوا منك بحياتك وأنت مرتاح. يعني واحد بيزوج أولاده، والله بعرف أشخاص قال لي ما في ابن ما زوجته، أمين له غيره يعني ما وبعرف شخص والله عنده 11 بناء والبناء شيء 6-7 طوابق والطوابق 4 شقق ما بيعطي ابنه بيت. والله جمعنا له إجرة بيت من بعض الأخوة. هذا شو وضعه إنه ابوه عنده 12 بناية وكل بناية 4 طوابق وكل طابق 4 شقق ما بيعطي بيت. أنا بتمنى إنه يلي حولنا يتمنوا بقائنا ما يتمنوا وفائنا. بيتمنوا بقائك بالإنفاق وهذا بالنهاية له المال، لا ادفعوا بحياتك ويترحموا عليك. والله أيام في حالات ما بترحم على أبوك، يا ليتها كانت القاضية. هكذا لسان حاله. فهي الحياة فن، والله فن إيمان. بالإيمان في كرم، بالإيمان في حكمة. يعني أنا بكتشف أيام مواقف فيها منتهى الحكمة. يمكن لكم كلمة دقيقة، يمكن ما في عطاء يفوق الحكمة. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، وبالحكمة تسعد بزوجه من الدرجة العاشرة، من دون حكمة تشقى بزوجه من الدرجة الأولى. بالحكمة تتدبر أمرك بالمال القليل المحدود، من دون حكمة تتلف المال الكثير. يعني موضوع طويل الحكمة. أكاد أقول أعظم عطاء إلهي الحكمة، أعظم عطاء إلهي الحكمة. مرة أحد الأخوة يعني سألني، قال لي أنا عندي أولاد كثر، قال لي يعني أنا عاطي ولد حق بيت، كان حق البيت 5000، هذا أكبر ولد. مضت الأيام، آخر ولد حق البيت صار 2,000,000، من 5,000 لـ2,000,000. شو الحل؟ البيت بيت. قلت له أولاً كل شيء أخذينه منك يعد قرض، ولما تأخذ توقيعه يصير وفاة يتوزع المال، كل ابن يعطى حقه حسب الإرث ويطرح من حقه القرض تبعه. أما قلت له الآن البيوت تقيم الآن مو قبل 20 سنة، هذا البيت كان حقه 5 لحقه 2,000,000، بنحط تقييم جديد، نجيب خبراء 4 خبراء بيقيموا البيوت كلها، بنحط على كل ابن قيمة البيت بالسعر الجديد. صارت الوفاة توزع الأرث، بينطرح من نصيب كل ابن ثمن بيته. العدل أساس الملك، العدل أساس الترحم. هلا في ملاحظة، إذا كان الأب ما في دين مو شغلك، أنت بتوزع بالعدل، إنه العاق إن لم تعطيه يزداد عقوقا. خلي الأرث ما له علاقة، هذا ابنه من صلبة صايت وفاة بياخذ حقه الكامل.
لما الابن بيشعر أنه هو أخذ حقه الكامل بودك ويمكن يصلح نفسه. وياما أبناء استقاموا قبل موت أبيهم أنه أبوهم ما فرق بينهم وبين إخوته، لا تفرق. يعني واحد قد يكون أكثر ود لك، تمام. ماذا قال النبي الكريم؟ قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب له ترتيب ثاني، القلب يميل للأذكى، للأكثر وفاء لوالده، للأكثر ذكاء، للأكثر خدمة. هذا ما بيقدر. هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أما أنت مكلف أن تعدل. وبالمناسبة أكبر مشكلة، والله أعرف شخص والله مقيم بظاهر دمشق، ترك 1,000,000,000، كان تاجر أراضي وشاري أراضي من 20 سنة بتراب المصاري، وارتفعت 200-300 ضعف. 1,000,000,000 باسم ولد، والثاني يعمل سائق على سيارة قليلة. ابنك الثاني سائق سيارة شاحنة صغيرة سوزوكي، واحد معه 1,000,000,000 والثاني سيارة. يعني الله عز وجل أكرمني وأقنعته ووزع التساوي بعدي. العدل أساس الملك. مو الأب لما بيوزع مودته على أولاده بالتساوي. أيام إذا كان حملت ابنه قبلته والثاني ما قبلته، أخاف أن أكون قد أبالغت، ارتكبت بحق الثاني جريمة. أخوه حملت أخوه قبلته وأقوله ما قبلته، ابتسمت بوجه أخوه وأقوله ما ابتسمت له. بدك توزع المودة، أنا شوف ممكن توزع المال بالعدل، تمام. أو مثلا عنده زوجتين، واحد البيتين متماثلين، المال البيت والإنفاق متماثل، تمام، والوقت متماثل، ليلة بليلة، أسبوع بأسبوع، تمام، في تماثل بالإنفاق وبالوقت وبالبيت. واحدة رابعة أحد منتبه لها، والتماثل بالمودة. لماذا القديمة في عبوس عبوسا قمطريرة دائما؟ صار الأكل والثانية بكل مودة، هذا ظلم. فاللي بده يعدل بده يهيئ العدل. الله عز وجل بحكمة بالغة 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 ما طالبنا أن تبين السبب بالتعدد. لو كلفك بالسبب بتحكي الحقيقة، ما بتحبها، غير جميلة، أعفاك من بيان السبب في حكمة الشرع، لكن طالب بالعدل فقط. فأنت مو مكلف بالتعدد أن تقدم السبب، بس أنت مكلف بالتعدد أن تكون تطبق العدل بين الزوجات وبين الأولاد. والأب العادل محبوب ومحترم من الجميع. وكثير في تجارب تلاقي واحد بره عادي جدا والثاني أقل بر، بس هو العادل واضح. فبصير الأب محبوب عند الأطراف كلها. أنا بقول يعني لا تهتم بما يقال باللسان. الله يرحمه، أقسم لكم بالله يا ما أشخاص ماتوا لسان حال الأهل، الله لا يرحمه، خلصنا من النقمة والله ما بباقي. هؤلاء البخلاء، فكل بطولتك وذكائك أنه يتمنى من حولك بقاءك، وكل طاقة تتمثل بتمني الموت. وهي سياسة وحكمة ودين وورع وذكاء وتوفيق أن تكون عادل بين أولادك. والأولاد متفاوتون، في تفاوت بالبر وتفاوت بالذكاء. التفاوت هذا مو شغلك، شغل الله عز وجل. أنت بس مكلف وأمرت لأعدل بينك. فالإنسان لما يكون ماشي على الشرع يصير محبوب عند كل أولاده.
وأنه يتمنى الأولاد بقائه، هذا في عمل معنى بس فرعي صغير جدا. لا، في أب إذا فات للبيت صار في عيد بالبيت، عيد. وفي أب إذا طلع صار في عيد. ففي فرق كبير بين يكون دخولك عيد أو خروجك عيد. خلصنا منه، تنفس الصعداء. قاسي لأنه كلامه قاسي، أنت غبي. مرة عنا بالرابع بالمجلس الإسلامي أحد الأعضاء من حمص، يعني عالم له مكانة كبيرة، قال لي ماشي مع أبي وقام شفنا جدي، قال له الجد لأبوه، قال له هذا ابنك دكتور آخر كلمة، قال لي كان عمري 5 سنوات، رنت دكتور وصار دكتور وله مكانة كبيرة. حتى في أب ذكي جدا، في عندنا خطاط الشام يعد بالأول في الشرق الأوسط بالفارسي، الفارسي خط صعب كثير، فكان أول خطاط بالشرق الأوسط اسمه بدوي الديراني. فهذا الأب قال لأبنه اللي عمره 5 سنوات، قال له أنت أخذتك دكتور يعني، بس هذا الخطاط إذا مات ما في له بديل، هعمل لك لوحة عنده، أعمل له لوحة نحاسية كبيرة، الدكتور فلان اسمه خالد، أذكر تماما اسمه. هذا حط له اياه بغرفة نوم، يفيق صباحا لوحة الدكتور فلان عمره 5 سنوات وصار دكتور كبير اختص بالعمود الفقري. يعني شوف الذكاء هذا، بيقول له حمار انت لا سمحت، لك حطمته فيه او انت غبي، ما مو غبي ابنا. فالكلمات القاسية والله لا سامحوني، أنا بعدها بحق الأولاد جريمة، جريمة. شو غبي؟ تمدح له، أو أنا شو بسوي أحياناً؟ بلاقي طالب ضعيف بالمادة وقد لا ينجح، بعطيه سؤال سهل وبسني عليه أمرته، بيتنشط نشاط مو معقول. قريت قصة من يومين ثلاثة عن أستاذ دول عربية، في عنده طالب لا يمكن ينجح، جابوا على انفراد، أعطاه بيت شعر، علم له إياه كلمة كلمة، قال له بتم تحفظ أعرابه لعلى بكرة، بكرة أنا بسألك. فهو نقى بيت شعر صعب كثير، حطه على السبورة، طلع فلان ما عرف شعر، طلع فلان ما عرف، طلع فلان ما عرف، صعب كثير البيت، طلع أنت. قام عربه، لما عربه هو أستاذ عرب ريان ميون، انتزع إعجاب الصف كله، والله اللي طلع الأول بعد شجع. هذا طبيب نفسي صار عنده عدم ثقة بنفسه وملول يعني من الدراسة وما بيعتني، فهو منتهي بالصف. إجا الأستاذ عبد الحلال أعطاه البيت، عرب له إياه وقال احفظه طول الليل، وثاني يوم سأله أم هو إجاب، ما حدا عرف يجاوب عنه، يصير بينه وبين الطالب، فهو أنقذه. فهو البطولة يكون طبيب نفسي أنت، يعني عندك ابن مقصر أنت بتعينه على شيء وبتسني عنه بتعيد بتنشط كثير. الثناء المعتدل والثناء غير المعتدل، في ثناء معتدل بيكون هو عنده عقدة نفسية أنت شفيته منها بالعقدة النفسية. فالأبوة والله مسؤولية، والله أيام كلمة لطيفة بتنعش إنسان، ابتسامة أحياناً بتنعش إنسان، وأيام كلمة قاسية والله في بيوت سباب وشتائم وخبط أبواب وتكسير وتطبيش، شو هالبيت هذا؟ والله في بيت 30 سنة ما في كلمة قاسية، 30 سنة. إذا كان ابن ما سمع من أبوه ولا حرف نادي ولا سباب إطلاقاً، بيت منضبط كله، لك 30 سنة ما سمعنا من أبونا حرف غلط، البطولة هي. فأنا بقول واحد يعني بالنهاية لو كان أضعف إنسان، لو كان كاتب بدائرة، بس ببيته هو ملك، بيتك هذا، أولادك، زوجتك، فأنت عندك مجال تكون قائد، أقل مجال هو أسرتك، تفوت على البيت أنت الأب، ما أحد يقدر يتجاوزك. فإذا أنت عندك حكمة وقدرت هالبيت، شو قولكم إنه في طريق للجنة من البيت فقط؟
بالبيت. لا، مرأته إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها خمس بنون أربع بنون دخلت جنة ربها. ما أنت تقول للنساء هكذا الدرس عام، عندك أربع بنون للجنة. قول للرجل عندك بنتين، مرة سمعت معنى كان بسواعد بيخال عالم مصري أنا بحترمه كثير عمر عبد الكافي، قال اللي عنده بنت صالحة يقبل إيدك باليوم لأنه سبب دخوله الجنة. بنت واحدة صالحة محجبة مصلية حافظة كتاب الله، قال هيك بسواعد الإخاء لو قبل يدك كل يوم مقصر تكون بحقها، إنه هي البنت سبب دخوله الجنة. من جاءته بنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله في الجنة. أم واحد سأل قال له واحد، قال له واحد بكفي واحد. في اللي عنده بنتين ثلاثة متى الجنة مأمنة بالنسبة له. والله يا أخوان أبواب الجنة مفتحة من بيتك فقط. ممكن ببيتك ما حكيت ولا كلمة حق في حياتك بس ربيت ولادك أو زوجتك أحسنت لها، مين إلى غيرك؟ تلاقي شخص بالتعبير الشعبي ببيته دبور برا شحروق، كل قسوته بالبيت وكل نعومته وابتسامته بيصافحك بحرارة بيستقبلك بحنية بيحترمك احترام كبير يجيب لك ضيافة برا. في البيت قسوة وغلظة وشتائم وضرب وسباب. ليش مو المودة لبيتك وسط بيتك؟ ليش مو المودة لزوجتك؟ ما لا غيرك. لأنه والله أيام أخواننا والله كلمة طيبة للزوجة بتموت بخدمتك، كلمة طيبة يعني الله يعطيك العافية. شو حكي؟ والله أنا مالي غيرك، ما شاء الله طب خير شو بتحبه مثلا؟ والله كلمات ما بتكفي بشيء، لكن بتشتغل ليل نهار بهالكلمة بتحكيها لأمها ولا أختها ولا عمتها ولا خالتها. كثير بيحب أكلي وأكلها أقل من عادي كلمة. فسيدي الإنسان إذا ما كان عنده إيمان بيعيش بذكائه، كغرب ذكي جدا. الإنسان بينجح يا بذكائه يا بإيمانه أو بكليهما. فإذا واحد ما عنده إيمان بكفي الذكاء بالدنيا، لكن الذكاء والإيمان يا الله جمع المجد من طرفيه، في ذكاء في إيمان وبدها حكمة. سيدي مع موظفينك الله يعطيك العافية، شلونك؟ بخير إن شاء الله، البيت مرتاح، لازمك فيه، أنت مدير مؤسسة وهذا موظف امبارح إجا ما له حدا، ما بينسى الكلمات، بيتم شارع بيحكيها للناس، سألني عن صحتي، سألني عن بيتي، سألني عن، ما بتخسر شيء. لك هو الذكاء كلمة تحكيها كلمة واحدة. فنحن سبحان الله أهل أكثر أهل الناس بضل بكلمة حق مع أهله، مع أقرب الناس له، مع أولاده، مع زوجته، بتلاقي برا دنس ولطيف. لذلك هو بقى الدقة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. دقيقة، خيركم خيركم لأهلي، إلي أنا تعبير معاصر. برات البيت بزنس أنا مو أخلاقي، مصلحتك تكون أنيق، مصلحتك تكون لطيف مع الزبائن، هي كلها مصلحة. المصلحة أعبر عنها بكلمة بزنس، ما بالبيت حقيقتك. فلذلك بطولتك وذكائك وأخلاقك كلها بالبيت، هون المحك. خيركم أني بالحديث، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله.